علوم البيانات والبرمجة والذكاء الاصطناعي هو المستقبل وصول عمل دلوقتي ومستقبلا بيركز على هذه المهارات عشان كده الدولة بتتوسع في المبادرات الرقمية وكليات الذكاء الاصطناعي عشان يكون الطلاب مواكبين لسوق العمل ومتطلباته من التكنولوجيا مش بس في مصر منا بره كمان اكيد ازاي نشجع اولادنا انهم يتعلموا برمجه ويكون عندهم اهتمامات في المجال ده ده اللي هنعرفه من ضيفنا المهندس محمد عزام استشاري اداره التكنولوجيا وعضو مجلس اداره الجمعيه الدوليه لاداره التكنولوجيا اهلا أهل وسهلا اهلا وسهلا يا باشمهندس منور يا صباح الخير وصباح الخير على مشاهدين حضراتكم الكرام باشمهندس زي ما قلنا الذكاء الاصطناعي هو المستقبل عايزين نعرف من حضرتك ازاي نشجع الولاد انهم يقدروا يدرسوا المجالات دي في مبادرات كتير مقدماها الدوله مبادرات رقميه كتير وابتدت تنزل بيها كمان بالسن لغايه سن ابتدائي فاعتقد ان في حاجات كتير قوي تقدر الولاد تتابع من خلالها طبعا شكرا على التوعيه حقيقه بهذا الموضوع المهم جدا حقيقه ان التكنولوجيا دايما بتغير الوظائف ويمكن احنا في مرحله بنعيش حاله من التسارع التكنولوجي غير مسبوق العالم ما شافوش من ولا حتى على مستوى الثوره الصناعيه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه وما بعدها اللي احنا عايشين فيها النهارده وبالتالي احنا دائما كنا محتاجين مهارات جديده علشان نقدر نتعامل مع التغير شكل الحياه تغير شكل الوظيفه طيب عندنا طريقتين لاكتساب المهارات دي اما عن طريق التعليم التقليدي اللي احنا كنا روح مدرسة وروح جامعة أو التدريب المستمر مم. وحقيقة مع التسارع دوت التدريب المستمر هو مهارة حقيقة لازم تكون كلنا نعرف نعملها هي قدرتنا على التعلم مم. إن من غير القدرة على التعلم ما فيش مدرسة ولا جامعة على مستوى العالم بدءا من مصر إلى أكبر الجامعات اللي موجودة إذا كانت في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو في أي حتة في العالم تقدر تواكب هذا التغير فالمهارة الأساسية هي اللي احنا دايما بنكلم فيها ازاي اتعلم لو ما قدرتش اتعلم هبقى عندي مشكلة انا اللي عندي مشكلة انا دايما بقول الجهل في عصر جوجل هو الاختيار مش العكس المصادر بقت موجودة ومتاحة وبالمجان فما بقى, بقى ان احنا كدولة مصرية بنتيح كل هذه المهارات الرقمية في اكثر الفروع تخصصا وتقدما بالمجان بكورسات من افضل المعاهد اللي م. موجوده في العالم كله ويمكن استاذه منى كانت بتتكلم ان احنا بنتكلم في ابتدائي اه احنا احنا كان الاول المبادرات كانت في مرحله الثانوي ومرحله الجامعه او حديث التخرج النهارده بنتكلم في سن رابعه ابتدائي يقدر اولادنا يقدروا يخشوا في هذا الموضوع وبالتالي هي مسؤوليه كل حقيقه ان احنا نوعي اولادنا نوعي الاسر عشان تاثير الاسر حقيقه مهم تمام جدا. طبعًا. طبعا ونقول لهم ان المفاهيم القديمه للدراسه هي هتبقى جزء من الماضي برضه، يعني حتى ايلون ماسك كان لسه متكلم قال لك طريقه التعليم التقليدي دي هي مش هتواكب التغير السريع جدا وبالتالي احنا لازم نقول للاب والام خلوا بالكم بصوا على الولاد الولاد عامه هم مولودين في جيل رقمي كمان مم. والتكنولوجيا هي امتداد طبيعي لحواسهم ومداركهم انما تعالى نوجههم بقى في هذا الاتجاه تعالى نقول لهم يا جماعه قدموا على هذه المنصات والمنصات الحكوميه موجوده ومتاحه وتسجيل فيها يعني متاح لكل حقيقه تدخل البيانات بتحط الاسم المدرسه او اسم الجامعه ده حتى كمان في مش مجرد السن الصغير احنا بنتكلم الناس اللي عاوزه تعمل نوع من انواع التحويل للمسار الوظيفي مم. في مجالات كتيره جدا زي التسويق الرقمي في مجالات الفنون الرقميه حتى في المجالات المتخصصه الذكاء الاصطناعي والواقع المدمج وتحليل البيانات فهي قدره الناس انها تعرف ان لازم اتعلم لازم اغير صحيح. غير كده هيبقى في مشكله في الوظائف المتاحه وانا عندي المهارات والجدارات دي ولا لا ف هقول لحضرتك مثال بسيط جدا من كذا شهر بسيط يعني من ثلاث اربع اشهر مثلا ما كانش بيتسال الموظف اللي رايح يشتغل في شركه كبيره انت بتعرف تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو زي الحاجات الجنريتيف اي اي وزي الحاجات التشات بوتس والحاجات بتعرف تستخدمها ولا لا؟ النهارده بتتسال انت مم. بيدي له سؤال بيقول له اه اسال الشات بوت او اسال هذا الاله المبنيه على الذكاء الاصطناعي سؤال علشان انت لو ما عرفتش تساله السؤال المظبوط هيجيلك اجابه خاطئه تماما مم. فدي مهاره احنا بنتكلم في شهور فما بال حضرتك بقى ان احنا كنا زمان بنحتاج لسنوات عشان نغير مهاراتنا او نكتسب مهاره جديده ان حضرتك لكن دلوقتي التطورات اه متلاحقه طيب واحنا بنتكلم دلوقتي انه في مناهج بيتم اعدادها للاطفال سن اربع سنين ازاي بيتم اعداد منهج مناسب لهذه المرحله العمريه؟ الموضوع بسيط جدا الحقيقه ان بيبقى كل مرحله عمريه فيها مجموعه من المهارات والمفاهيم بدها له مم. فيمكن احنا ما بنتكلمش في المرحله دي على التخصصات الدقيقه إنما بنتكلم على المفاهيم على... مش بنصعب الدنيا قوي على الاطفال بنحاول نبسط اه عشان يدخلوا بس المجال وبعد كده تدريجيا الامور ب... بتزداد صعوبه بقى الا صعوبة والله هي فكره مم. هتزداد تقدما خلينا نقول ان انت ممكن تلاقي في السن اللي هو بتاع رابعه ابتدائي يعني بنتكلم في 10 سنين 11 مم. سنه مثلا إيه حد متميز جدا يقدر ينتقل الى مرحلة أعلى وهي دي ميزة التدريب عن طريق المنصات حقيقة م. إن أنا مش محتاج إن أنا أصل لمرحلة أخلصها وبعد كده عشان أخش المرحلة اللي بعديها أنا ممكن ألاقي طفل أو شاب متميز جدا وبالتالي أنا لما بخش أبص على مهاراته أقول له لا أنت يقفز لمراحل دقيقة طبعا وممكن تقفز إلى مراحل أكثر تقدما تصل م. إلى مرحلة الخبراء إن هذا الفروع هي كمان الناس لازم تعرف والأسر المصريه لازم تعرف والمجتمع كله لازم يعرف ان في نقص شديد جدا في هذه المهارات في العالم كله. واذا كان حتى على مستوى الدول الاكثر تقدما اكبر اقتصاد في العالم هو الاقتصاد الامريكي في الصيني ودول اكبر منتجين للتكنولوجيا في العالم الدولتين دول ما احجامهم مع نظام تعليمهم عندهم نقص في هذه النوعيه من المهارات ونفس الحكايه على دول الاتحاد الاوروبي فاحنا بنفتح مجال كبير جدا للعمل لمجموعه من الشباب اللي هو هيبقى مؤهل حقيقه أنا لازم اركز على حته ان هو لازم يكون مؤهل في مجالات عابره للحدود بطبيعتها حتى انا ممكن اشتغل عن بعد انا ممكن اشتغل في المواعيد اللي تناسبني انا ممكن اختار نوعيه العمل اللي انا عايزه وفي أي نوعيه اخرى ما احبهاش مش عاملها فهي ديناميكيه جديده جدا ويمكن لو بنتكلم على الميزه الوحيده للكورونا حياة ان رسخت وهذه الفكره فكره العمل عن بعد وفكره ان انا مش محتاج ان انا انتقل جسديا الى مكان العمل انا ممكن اشتغل انا كل اللي محتاجه كمبيوتر سريع بانترنت سريع واقدر اشتغل مع اي مكان في العالم وانا قاعد في المكتب او قاعد في البيت او قاعد في الكوف شوب حتى اكيد طيب باشمهندس احنا بيتنازعنا كآباء شعورين مش عارفين بقى نمشى يعنى على انهى مود واحنا بنكلم الولاد سيب الموبايل، الموبايل اللي هيتلف املك، الموبايل اللي بتضيع عليه وقت، ولا امسك الموبايل وابتدي اشتغل برمجه، مش عارفين نحرك الولاد ما بين انهي، احنا قلقانين ما بين ان احنا نخليهم طول الوقت قاعدين قدام شاشات الموبايل، يستفيدوا من حتى من البرمجه وغيرها، او نسيبهم للموبايل وقتها هل هيختاروا البرمجه ولا هيختاروا يقعدوا يلعبوا على المنصات المختلفه، مش عارفين. ديلمه كبيره جدا، انا عارف ومتخيل يعني الكثير من الاسر وخصوصا اللي عندهم اطفال صغيرين واعيين في هذه الحيره حقيقه. أه خلينا نقول ان الاطفال الالفيه الثالثة حقيقه أه هم مختلفين عن كل ما سبقوا. هم مولودين في بيئه رقميه الـ العالم الرقمي أه هو امتداد طبيعي لحياتهم هم عايشين في عالم هجين أه فموضوع ان احنا ما يلعبوش او ان هم يبقوا ماسكين الموبايل علشان ما يلعبوش صعب. بس احنا بنحاول ان احنا اه نتكلم مع الأولاد نحاول نفهمهم ان لكل حاجة اه مميزات وكل حاجة عيوب والاستهلاك المفرط للانترنت في مجالات الجيمز في مجالات السوشيال ميديا هو مؤثر ومؤثر بشكل سلبي كبير انما ما نقدرش نمنع هي ان اصبح مستحيل اه وبالتالي الاباء والامهات وخصوصا الاجيال حضراتكم محتاجه ان هي يقعدوا مع الأولاد وياخدوهم في رحلة داخل هذا العالم في الاتجاه المفيد، في اتجاه طب ما نتفرج على السوشيال ميديا ما فيهاش مشكلة بس تعالى نجرب نفهم ازاي الذكاء الصناعي بيشتغل. طب ما تيجي ما توريني كده برنامج نعمله مع بعض علشان نعمل لعبة معينة أو نحل بيها مشكلة معينة. مم. وبالتدريج وهم قادرين ان هم يخشوا في هذا العالم بطريقه مختلفه عننا آآ الخوف و... ان احنا ما نعرفش ندخل معاهم هم يروحوا واحنا قاعدين بنتفرج ومش عارفين هم بيعملوا ايه طبعا هو عشان كده انا بقول ان الثقافه الرقميه هي جزء مهم جدا و... والثقافه الرقميه بقت جزء من الثقافه العامه يمكن انا يعني ليا الشرف ان انا اكون عضو لجنه ثقافة الرقمية في الثقافه الرقميه مجلس الاعلى الثقافة وبنشتغل على هذه الامور بشكل كبير جدا ان الثقافه الرقميه مش مجرد ان انا اعرف التكنولوجيا انما اعرف على قد ما اقدر ان انا ابقى قادر على تفهم البيئه الامنه لاستخدامات التكنولوجيا علشان دخول الولاد في هذا العالم اللي هو بلا روابط بلا حدود قد يؤدي الى مشاكل وبالتالي احنا محتاجين نبقى الاسره بكل اطيافها اذا كان الاب والام الجد والجده مم. الاخوات الاكبر يبقوا قادرين ان هم يساعدوا الاجيال الاصغر على التصفح الآمن للإنترنت مهم. مهم جدا مسألة طبعاً. الدخول إلى هذا العالم بدون ضوابط أو حدود أو معايير معينة هتؤدي إلى كوارث في النهاية، يعني لازم كل الكلام ده يكون تحت إشراف متخصصين، ما سيبوش قاعد على الموبايل وأقول ده بيتعلم ذكاء اصطناعي، ده بيتعلم برمجة، لا، لازم يكون تحت إشراف. طبعاً إن هي في الآخر هي بيئة ما أي حدود، متناهية يعني بلا حدود زائد إن هي بيئة ما فيهاش اي ضوابط وانا خصوصا ان انا مش عارف مين اللي الناحيه من من الشاشه ما اعرفوش فمن السهل جدا خصوصا في الاجيال الصغيره او اللي ما عندوش ادراك كافي ان هو يقع ضحيه احتيال تصيد استغلال واحنا شفنا يمكن بعض الحوادث المؤسفه في هذا الاتجاه وده شيء يؤرق العالم كله والسلاح الاول في هذه البيئه هو وعي وعي كاسره وعي كشاب او من النشأة وعي كمجتمع لهذه النوعيه من المخاطر وان احنا بنبني منظومه وعي بس في عالم هجين ان هو العالم ما اصبحش العالم المادي اللي احنا بنلمسه انما هو عالم العالم الافتراضي بقى جزء منه حقيقه ومكمل ليه الجزء متداخل كمان. جدا الجزء الغالب كمان طبعا طبعا طيب فكرة أن الأطفال دلوقتي هم ما شاء الله إحنا مش محتاجين نجذبهم قوي ناحية الذكاء الاصطناعي هم يعني بيعلموا نفسهم بنفسهم نقدر نخليهم يعملوا اللي هم عايزين يعملوه وإحنا في نفس الوقت مش هقول نعمل كنترول خلاص يعني فكرة السيطرة على الفكرة بقت صعبة جدا ولكن إحنا إزاي نقدر ناخد الجزء الآمن ونعدي هذا الموضوع بسلام ال الإشراف حتى لو بطريقة غير مباشرة ان محتاجين نقعد نتكلم مع اولادنا حقيقه في المخاطر الحقيقيه حقيقه وان هذه البيئه على قد ما مفيده جدا والعالم ها. ما يقدرش يستغنى عنها انما فيها مشاكلها برضه وبالتالي احنا محتاجين يبقى مفاهيم الانترنت الامن حقيقه نتكلم عليه كتير نتكلم عليه في الاعلام نتكلم عليه في المدرسه نتكلم عليه في الجامع نتكلم عليه في الكنيسه محتاجين دي وظيفه حقيقه لازم المجتمع كله يقوم بيها مفيش فرض او جهه تبقى قادره على ان توفر بيئه مناسبه وامنه للانترنت انما كمان هو مسؤوليه الجميع بمفهوم مسؤوليه الجميع هي ان احنا نساعد على ترسيخ مفاهيم الاستخدام الامن للانترنت ان العالم هذا العالم بيتوسع بيتوحش وبالتالي في مخاطر جديده كلنا ما كناش نسمع عنها ولا كلنا نعرفها وحائط الصد ان انا اقدر افكر بطريقه مختلفه اقدر مم. يبقى عندي نوع تفكير نقدي اعرف ان انا ما يحصلليش انسياق اتجاه في اتجاه معين قد يؤدي الى مش هقول حتى الكارثه قد يؤدي الى مشكله مم. فاحنا مم. مش عايزينها فحقيقه مفاهيم الاستخدام الامن ومفاهيم الامن السبراني لازم تبقى موجوده عند الاسر وموجوده عند الطلبه وحتى اصبح النهارده الان يعني احنا بنتكلم على بعض البرامج التوعويه بتتم داخل المدارس وداخل الجامعات فهي مسؤولية تشاركية هي للجميع صحيح. بدون يعني استثناء وخلينا نختم بس بكلمة حضرتك ذكرتها أنت بتختار الشغل يعني إحنا دايما لما بنروح نقدم في أي شركة أو نقدم على أي شغل بنشوف أنا مناسب لهذا العمل ولا لا هشوف هم هيقبلوني ولا يرفضوني لكن الباشمهندس محمد عزام هو بيتكلم عن هذا الأمر بيقول أنت بتقدر تحدد لأن أنت مؤهل كفاية فبتختار اللي أنت هتعمله كل شكر لحضرتك طبعا على كل هذه النصائح المهندس محمد عزام استشاري اداره التكنولوجيا وعضو مجلس اداره الجمعيه الدوليه لاداره التكنولوجيا شرفتنا ونورتنا كل شكر لحضراتكم مشاهدين حضراتكم نورتنا مش يا باشمهندس شكرا جزيلا